أستاذ محمد، حضرتك تميزت بالإعلام الجديد على اليوتيوب بعيداً عن قنوات التلفزيون، فخاطبت ناس من فئات مختلفة وبشكل مختلف بمعلومات. احتاجت منك أيضاً إلى رصد ما يفعله الطرف الآخر وما فعله بلغات مختلفة وبأساليب مختلفة عشان يوصل لأبنائنا وشبابنا ويوصل أيضاً لعقول وقلوب الغرب. بترصدها ورصدتها إزاي؟ شكراً أستاذ أسامة، سيادة الرئيس. الحقيقة أنا جيلي ما عاش حرب أكتوبر، والأجيال اللي بعدي كمان عاوزين يعرفوا عن حرب أكتوبر، والحقيقة سهولة الوصول للمعلومة خلى الأمر سهل جداً أن أنت تطلع. مش شرط أن أنت عاوز تعرف الكتاب الإسرائيليين بيكتبوا إيه، بس عاوزين نعرف الكتاب الغربيين بيكتبوا إيه. وهنا بنصطدم بحاجات غريبة شوية في المقالات الغربية. أول حاجة ممكن نروح لكاتب كبير عشان نتيقن من معلومة، نقول ده كاتب كبير في جورنال كبير أكيد واثق من معلوماته، نلاقي مقالة مكتوبة بمنتهى الحرفية ومقالة جيدة للغاية، بس حقيقة بنفاجأ إن الكاتب ده عمل خطأ بسيط جدا. في كل مقالة صح كاتب بس خطأ بسيط، وهو مثلا إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي كان بالمئات ما كانش بالألاف، الجرحى كانوا برضو عددهم قليل جدا. المعلومة الصغيرة دي ليها معاني كتيرة قوي، ليها دلالات كتيرة قوي. والحقيقة ده أسلوب في الإعلام اسمه الميس انفورميشن أو الخطأ المعلوماتي. هو مجرد كاتب المقالة دي كلها عشان يوصل المعلومة دي، هو ده الميس انفورميشن. ما وقفناش عند كده، بالعكس الإعلام تطور ودخلنا لحاجة جديدة اسمها الديس انفورميشن أو التضليل المعلوماتي. بنروح لكاتب أكبر، مقالة بتبقى في جورنال أكبر بكتير وموقع بيتم تغطيته من مختلف وسائل الإعلام. الحقيقة بنستغرب إن الكاتب مش بس بيغلط في معلومة صغيرة، بالعكس ده بيغير معلومات أساسية عن الحرب، بيغير الرواية كلها مجرد إن هو بيكشف خطة، بيكشف كل اللي حصل في الحرب عشان يحاول يقنع بيه القارئ. الحقيقة التضليل المعلوماتي دي أقوى حاجة فيه التغطية بتاعته، إن كتاب آخرين بيستشهدوا بالمقالات دي، كتاب آخرين بيستشهدوا بالكاتب هو قال إيه وعمل إيه. برضو الإعلام ما وقفش عند كده، بالعكس تطورنا كمان ورحنا لحاجة اسمها الانفورميشن لوندرينج أو الغسيل المعلوماتي. وهنا ده أخطر وسيلة من وسائل إيصال أو زرع المعلومة، إن إحنا مش قدام مقالة ولا قدام جريدة ولا كاتب، إحنا قدام عمل درامي عشان يأثر في المشاهد ويوصل له الحكاية كلها ويصدقها. الغريبة إن الانفورميشن لوندرينج ده مش أسلوب مؤسسة أو أسلوب جريدة بتهاجم دولة، بالعكس ده بيتم الإنفاق عليه من دول، لأن العمل الدرامي ده بيكلف ملايين، والأخطر منه هو التغطية بتاعته. العمل الدرامي ده بيروح للسوشيال ميديا والمؤثرين والناس اللي بتبحث عن معلومة بتبتدي تستشهد بالعمل الدرامي ده والمعلومات اللي تم ذكرها فيه، اعتماداً أن المخرج والمؤلف اعتمدوا على مصادر موثوقة في جمع العمل الدرامي ده. الحقيقة لو جينا بصينا هنلاقي أن في أساليب كتيرة قوي، مجرد أن هو يزرع معلومة، مجرد أن هو يقول لك أنت ما عملتش حاجة، بالعكس احنا قدام جندي مصري منفرد بشخصيته، مفيش جندي في العالم عنده هرم، مفيش جندي في العالم عنده معابد اجداده قايلين له احنا عملنا ايه في اعدائنا، انتصرنا ازاي. هتلاقي ان زرع المعلومه دي لسبب واحد بس، كتابه او اعاده كتابه التاريخ، يشوه تاريخك كله ويوصل للجندي الجديد او للجيل الجديد انت عادش حاجه، بالعكس ده الشخصيه بتاعتك مبنيه على هزائم مش مبنيه على انتصارات. اللي أنا عاوز أقوله إحنا قدام عمل عظيم، يجب إن إحنا نوقن إن إحنا عملنا عمل عظيم والجندي بتاعنا منفرد بشخصية منفردة. شكراً.